لأن حرب الطرقات تزداد حدة في الصيف أكثر من غيره، فقد استبقت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ذلك بإعداد مخطط للسلامة الطرقية خاص بالفترة الصيفية برسم 2014. المخطط الذي عرض على رئيس الحكومة مؤخرا يتضمن عددا من التدابير الاحترازية لتطويق نزيف الطرقات ببلادنا، ومنها تكثيف عمليات المراقبة الطرقية داخل المجال الحضري وخارجه. سوف يتم تكثيف المراقبة الطرقية على مختلف المحاور الطرق الوطنية سواء داخل المجال الحضري أو خارج المجال الحضري، مع التأكيد هنا يعني أنه سوف يتم الشروع في المراقبة حول التأثير مباشرة بعد شهر رمضان، يعني حينما نقول التأثير يعني تأثير الكحول أو المخدرات، وأعتقد سوف من شأن هذه الإجراءات المتعلقة بالمراقبة أن تعطي قيمة مضافة نوعية يعني في هذا المجال، وبالتالي التأثير في السلوكات ديال مستعمل الطريق. مخطط السلامة الطرقية للفترة الصيفية يهم أيضا تعزيز البنية التحتية للطرقات من خلال توفير تجهيزات وشروط السلامة الطرقية. تم التوقيع على اتفاقية ما بين مديرية الطرق ومديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية، يعني من أجل تكثيف يعني التجهيزات ديال السلامة المرتبطة بالبنية التحتية من التجهيزات الأساسية، وخاصة معالجة النقاط السوداء، بالإضافة إلى استثمارات مهمة تهم معالجة يعني التدخلات الخفيفة من أجل يعني تحسين شروط السلامة الطرقية على مختلف المحاور الطرقية الوطنية. تعزيز البنية التحتية للطرقات وتكثيف المراقبة سيقلصان حتما من نزيف الطرقات، لكن لن يقطع دابر السلوكيات المميتة على الطرقات، وهو ما حدا باللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير لإعداد مخطط تواصلي للفترة الصيفية. المخطط يتضمن عمليات التواصل الميداني المباشرة، ومنها هذه القافلة المتنقلة عبر مختلف المدن لتحسيس الناشئة بثقافة السلامة الطرقية. كنجيو هنا باش نوعيو الاطفال بمخاطر الطريق، كنشرحوا لهم كيفاش يقدروا يقطعوا الطريق، كيفاش يميزوا الاصوات ديال وسائل النقل، وكذلك كنوعيوهم انهم يقطعوا من ممر الراجلين. هنايا داروا لنا قافله الحياه باش نستافدوا من باش نطلعوا جيل زوين بالسياره وداكشي في الشوارع، وهادشي داروا لنا كله ليه استفاده. اي لعبه كتبان لك هنايا لها استفاده، بحال هاد اللعبه اللي كنشوفوا هنايا كاينين كي على حوادث السير، كي اسئله ولعاب الوان. عمليات التواصل والتحسيس تشمل أيضا إنتاج وصلات تلفزية وإذاعية وملصقات ووسائط رقمية وأعمال مسرحية وترفيهية لتمرير خطابات ذات تأثير وجاذبية لدى مستعملي الطرقات. إجراءات تعمل من خلالها الوزارة وكافة المتدخلين الحد من نزيف الطرقات بعد أن سجلت معظم مؤشرات السلامة الطرقية لسنة 2013 تراجعا هاما بلغت نسبته ناقص 7.53% قياسا بالفترة ذاتها من عام 2012.